مساء الخير، معاكم الدكتورة ريهام رفيع الشافعي، مدرس أمراض السمع والاتزان بجامعة الفيوم ومركز مناظير الأنف والأذن والحنجرة. النهاردة عايزين نتكلم معاكم على عرض كثير من الناس بيتعرضوا له، والعرض ده مزعج في كثير من الأحيان. العرض ده هو الدوار أو الدوخة أو عدم الاتزان. هو ليه مسميات كتير بتختلف من شخص لآخر، لكن في المجمل هو عرض مزعج بيصيب الإنسان وبيعيقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي. في حالة حدوث هذا العرض أو شعور الإنسان بأي حاجة من هذه الأعراض، عليه التوجه فوراً للطبيب المختص. مش عايزين العيان يستسهل إن حد يوصف له دواء وياخده ويشتريه ويعتبر إن هو كده هيقضي على هذا العرض أو هذه المشكلة. عايزين العيان يتوجه للطبيب المختص. الطبيب هيقوم بفحصه بفحص شامل عشان يعرف المشكلة اللي عنده، وهيطلب منه مجموعة من الأشعات أو التحاليل اللي ممكن يكون محتاجها، وهيطلب منه حاجة مهمة جدا بتساعدنا في التشخيص وتحديد إيه نوع المشكلة. هيطلب منه مقياس السمع والاتزان. مقاييس السمع والاتزان دي بتساعد الطبيب إنه يعرف إيه هي نوعية المشكلة اللي عند المريض، وبالتالي يقدر يساعده. بعد ما الطبيب بيعمل للعيان مقاس السمع والاتزان، بيقدر يحدد إيه هي نوع المشكلة اللي عند المريض ده، ويقدر يحدد إذا كانت المشكلة دي طرفية ولا مركزية، يعني مشكلة في الأذن الداخلية ولا مشكلة في المخ أو الأعصاب. بيقدر بعديها ان هو يحدد ايه هي الخطة العلاجية المناسبة للعيان ده، واذا كان محتاج انه يتوجه لاختصاص اخر او محتاج اشعات اخرى او محتاج ان احنا نعمل له علاج تأهيلي مناسب او علاج دوائي مناسب. اذا كانت المشكلة طرفية في الاذن الداخلية، الدكتور بيوصف للعيان خطة علاجية. الخطة دي بتكون عبارة عن ايه؟ علاج دوائي وعلاج تأهيلي. العلاج التأهيلي دوره مهم جدا جدا مع مرضى الاتزان ومرضى الدوار، ولا يقل أهمية عن أي علاج تاني. في نوعية أمراض من أمراض الدوار بتحتاج جلسة أو جلستين بيقدر الدكتور إنه هو يعيد العيان فيهم لطبيعته ويحلله مشكلته، لكن في أمراض بتحتاج من الطبيب إنه يوصف للمريض عدة جلسات عن طريق بروتوكولات معينة محددة حسب مشكلة العيان إيه، وحسب إيه درجة الضعف اللي عنده ومكانها ونوعيتها، وإيه حسب درجة الإعاقة اللي عنده من عرض الدوار ده. عشان كده بننصح دايما عياننا إن هم ما يستسهلوش العلاج الدوائي ويظنوا إن ده هيحقق لهم العلاج، لكن يتوجهوا للدكتور عشان يوصلوا للتشخيص المظبوط، وبالتالي يقدروا يعملوا الخطة العلاجية المناسبة ليهم ويوصلوا لأفضل نتيجة إن شاء الله. ونتمنى ليكم جميعا دوام الصحة والعافية.